طبعا ما فيش شك ان الدوله بتاخد خطوات كبيره جدا في ملف الاستثمار وتهيئه مناخ الاستثمار في مصر. اعتقد انه من الخطوات المهمه جدا في هذا الملف كانت امبارح، وهي ايه؟ هي اطلاق خدمه تاسيس الشركات الكترونيا بشكل كامل. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي شاهد افتراضيا من مقر الحكومه بمدينه العالمين الجديده تجربة حية لتأسيس أول شركة إلكترونياً عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بالتأكيد يا شاذلي دي خطوة مهمة جداً، لأنه خلاص ما بقاش في معوقات أو الإجراءات البيروقراطية اللي يمكن كانت بتواجه المستثمرين. دلوقتي المستثمر مش محتاج أنه يتنقل ما بين أكتر من جهة عشان يأسس الشركة بتاعته. كل المطلوب منه أنه يدخل على الويب سايت أو الموقع الإلكتروني، يسدد رسوم، يستخدم التوقيع الإلكتروني بس كده. بعد كده الهيئة العامة للاستثمار هي اللي هتتكفل بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات المرتبطة بتأسيس الشركات. في النهاية الوثائق الخاصة بالشركة دي للمستثمر يعني هتتبعت عن طريق البريد. طيب بالمناسبة دي بقى، يعني فكرة هذه المنصة كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار اللي عقد في مايو الماضي برئاسة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعتقد أنه هتسهل كتير جدا على المستثمر، هتساعد كمان على تطبيق أعلى درجات الشفافية والمرونة في الإجراءات، وكمان المهم أنه مفيش أي عبء إضافي على المستثمر. يعني تكلفة تأسيس الشركة إلكترونياً هي نفسها تكلفة التأسيس من خلال مراكز خدمات المستثمرين اللي بتغطي الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت كافة أنحاء الجمهورية. كمان الخطوة دي هتساهم بشكل كبير جداً في تحقيق قفزة لترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال وغيرها من المؤشرات والتقارير المهتمة ببيئة الاستثمار، وده هينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد المصري وتنشيط ملف الاستثمار. في الحقيقة يعني الملف أو ملف الاستثمار حاليا بيحتل صدارة أولويات الحكومة المصرية في هذه المرحلة عشان يعني يعمل على تذليل أي معوقات يمكن بتقابل المستثمر. وبقالنا كتير أو سنين في بيروقراطية بتقابل أي مستثمر عايز ينشئ بيزنس جديد أو شغل جديد. النهاردة الدولة بتعمل على يعني تقليل الخطوات دي كلها أو تذليل أي عقبات يمكن كانت بتواجه المستثمرين عشان نجذب استثمار، بالتالي فرص عمل، بالتالي عملة صعبة. على كل حال احنا النهاردة في حلقتنا معنا فقرة تكلمنا عن هذا الموضوع بالتحديد، نفهم عنه أكتر ونفهم إيه الخطوات الجاية. تابعونا لحد 10 صباحا. صباح عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.